مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرادة أمة. مشاهدينا، التشريع واحدة من المهام الرئيسية لأعضاء مجلس الأمة من خلال اقتراحات بقوانين أو برغبات، والتي عادة ما تبدأ فكرة يستنبطها النائب من الشارع السياسي ليحولها إلى تشريع يخضع لدراسات واسعة في اللجان البرلمانية التي تستأنس بآراء المختصين عند الحاجة. باختصار مشاهدينا، هذا هو المسار من الفكرة إلى التشريع، وهو عنوان حلقتنا لهذا اليوم من إرادة الأمة في بيت الأمة. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرادة الأمة هنا من بيت الأمة. بالبداية مشاهدينا، يسعدني أن أرحب بضيفي حلقة اليوم، الأستاذ ناصر العدلي الكاتب الصحفي، والمحامية جمانة بهبهاني رئيسة مركز المنظمات القانونية الدولية في جمعية المحامين الكويتية. حياك الله أستاذ ناصر. حياك الله أستاذ جمانة. الله يحييك. سلام مبارك. مشاهدينا، قبل أن نبدأ هذا الحوار، من الفكرة حسب التقرير إلى التشريع مسافة قانون يجد طريقه للصدور في الجريدة الرسمية، على أن تتحدد بعد ذلك آلية للتنفيذ وأيضا خضوعها للرقابة قياس للفعالية أو إثراء أو تعديلا في حال تأكد القصور في التشريع أو التنفيذ. لمشاهد تبدأ العملية التشريعية في الكويت باقتراح مشروع قانون، ويمكن أن تصدر مشاريع القوانين من الوزارات والمؤسسات الحكومية أو أعضاء مجلس الأمة أو المواطنين، حيث يمر مشروع القانون المقترح بقراءات ومناقشات متعددة في مجلس الأمة، وبمجرد الموافقة من قبل المجلس والحكومة يرفع إلى سمو الأمير فيصبح قانوناً. تتطلب عملية الانتقال من التشريع إلى التنفيذ جهوداً متضافرة من جميع الجهات المعنية بالقانون، وتعتمد الحوكمة الفاعلة على التنسيق القوي وبناء القدرات والرصد والمشاركة العامة وآليات الإنفاذ من خلال مواجهة التحديات والتحسين المستمر لعملية التنفيذ، فيمكن ضماناً لترجمة القوانين بفعالية إلى أفعال. تلعب السلطة التنفيذية دوراً حيوياً في تنفيذ التشريعات بمجرد إقرار القانون، وتقع على عاتق الهيئات الحكومية والوزارات المعنية مسؤولية ضمان تنفيذه الفاعل. يتضمن ذلك تطور اللوائح والسياسات والإجراءات لترجمة القانون إلى أفعال. كما تتولى الأجهزة الحكومية والهيئات الرقابية مهاماً حاسمة في مراقبة تنفيذ القوانين والسياسات وتقييم أثرها، حيث تساعد التقييمات المنتظمة في تحديد الثغرات ومعالجة التحديات وإجراء التعديلات اللازمة لتحسين نتائج التنفيذ.
مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج إرادة الأمة هنا من بيت الأمة. نبدأ بالحوار مع الأستاذ ناصر العدلي. أستاذ ناصر، يعني لا شك أن النواب، نواب مجلس الأمة، هم مرآة الرأي العام وأيضا المعبرين عن اتجاهاته. يعني كيف تحلل هذه العلاقة بين النائب وأيضا نبض الشارع لتكون المطالب وأيضا الطموحات الشعبية أستاذ ناصر، يعني اقتراحات بقوانين؟ طبعا هو النائب يعني بداية من العملية الانتخابية احتكاكه مع الجمهور الناخبين وعلى الدواوين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، هو يستشف وجود مطالب شعبية محددة يحتاجها المواطن في الأربع سنوات القادمة، ولذلك هو يقوم بمحاولة صياغة هذه المقترحات في سبيلين. الأول، أما أن تكون بعد ما يوصل مجلس الأمة، أما أن تكون اقتراح برغبة والحكومة تنفذ هذا الاقتراح برغبة دون الحاجة إلى اقتراح بقانون، أو يكون عن طريق اقتراح بقانون ثم يأخذ مجاله يعني التطور الطبيعي داخل لجان مختصة حتى يوصل المجلس الأمة ثم يقر داخل مجلس الأمة. أستاذ جمانة، يعني لا شك أن مشروعات القوانين يعني تمر بمراحل خمسة: الاقتراح ثم المناقشة، وهذا مهم جدا يعني، وأيضا التصويت والإصدار ثم النشر. يعني التشريع، أليس التشريع يتطلب وعيا بالموضوع بعده؟ طبعا يعني أنت من خلال برنامجكم هذا المهم نبي نسلط الضوء على أهمية التشريع. يعني خلينا نقول أن مجلس الأمة أو بيت الأمة هو مطبخ القوانين، السلطة التشريعية. الحين لما نقول أن كل القوانين تصدر من هذا نقول بيت الأمة، شنو ردة فعل الشارع عفوا والسلطات التنفيذية لهذه القوانين؟ إذن إحنا يجب أن يكون هناك وعي كبير لهذه القوانين. الوعي هو أساس نقول أو اللي يرسم لنا الطريق للوصول إلى الغاية من القانون نفسه. فيجب أن يكون النائب واعي ولديه علم ومعلومات كاملة على رغبة الشعب ورغبة أيضا المواطنين، حتى ينقل أيضا رغبتهم. نعم. وأيضا بما يخدم مصلحة الوطن، لكن لا يكون بالاستعجال بطرح هذا القانون من غير دراسة قانونية وأيضا تشريعية. طبعا لازم، ضروري، هذا من الضروريات أن يكون هناك دراسة، لأن ممكن يكون الرغبة التي تصل إليه يعني والله نشوف أن إحنا عندنا في قصور مثلا في التربية والتعليم، النائب ما ينقل نفس الفكرة اللي يأخذها من المواطن لمجلس الأمة. لازم يكون فيه هناك يعني بلورة لهذه الفكرة بحيث أنها تصدر عن طريق التشريع. لا شك أستاذ ناصر، عن مواضيع أيضا الاستعجال في طرح المواضيع من غير دراسة وأيضا عرضها للتشريعية والقانونية، إذا ما تحدثنا عن المشاريع بقوانين والتي تصدرها الحكومة دائما يعني تجد طريقة مباشرة إلى اللجان المختصة بعد وضعها بالصيغة القانونية المناسبة. يعني أما الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب فتحال إلى التشريعية وأيضا القانونية قبل إحالتها إلى اللجان المختصة. هو هذا وضع طبيعي، الحكومة لديها جهاز يدرس الأفكار والمقترحات ويبلورها في قانون، ولذلك لما تأتي مشروع القانون من الحكومة يكون جاهز، مجرد أن يدرج على جدول الأعمال أو يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة ثم تدرس اللجنة المختصة، وإذا كان هناك إضافة من النواب أو تغيير في مواد القانون يعاد إلى مجلس الأمة لإقراره والتصويت عليه. أما الاقتراح بقانون لأنه يصدر من نائب، ربما يكون هذا النائب غير مدرك للإطار القانوني السليم لهذا المقترح، وهل هذا المقترح من الممكن أن يتحول إلى قانون، سواء في، لأن المقترحات في بعض المرات تمس الجوانب المالية في الدولة، ولذلك الدولة لا تستطيع أن توفر هذه ما يحتاجه هذا القانون، أو يمس وحدة اجتماعية ما يخص الجانب الاجتماعي أو يخص الجانب قطاعات كبيرة من المواطنين، فيجب أن يذهب هذا المقترح إلى اللجنة التشريعية بالأول حتى تدرس هذا المقترح وتصيغ الصيغة القانونية السليمة، ثم تتأكد أن هذا القانون أو هذا المقترح قابل للتطبيق كقانون.
بعد ذلك تحيل إلى اللجنة المختصة. لا يمكن أن يذهب قانون إلى مجلس الأمة إلى التصويت عليه مقدم من نائب ما لم يخضع للدراسة القانونية الصرفة في اللجنة التشريعية، ثم يحال اللجنة المختصة تضع بعض الجوانب عليه وتحيل. إذا ما تحدثنا عن التأخير أيضا بتقديم هذا الاقتراح بقانون، خاصة إذا تم عرضه على التشريعية والقانونية، هل قبل أن يتم عرضه لابد أن يستعجل في 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 عرضه على التشريعية والقانونية، ليس كذلك؟ طبعا هو حسب القانون، إذا كان هذا القانون بحاجة إلى استعجال ملح يحال إلى اللجنة التشريعية مع صفة الاستعجال، هذه موجودة في اللائحة الداخلية في مجلس الأمة أن بعض القوانين تحال بصفة الاستعجال، تدرس يعني تقدم على ما غيرها من جدول أعمال اللجنة التشريعية ثم تدرس ثم يحال اللجنة المختصة، سواء اللجان المالية أو اللجان الداخلية والدفاع أو الإسكان أو غيرها من اللجان المختصة، ثم بعد ذلك يحال إلى المجلس للتصويت عليه، حتى داخل المجلس يخضع للتعديل في بعض المواد أو إلغاء بعض المواد أو تعترض الحكومة على بعض المواد وتعيد صياغتها، حتى في الجلسة ممكن أن تعاد الصياغة ثم يقر هذا القانون. أستاذ جمانة، بما يتعلق أيضا بالأداء أو غزارة الأداء التشريعي لبعض النواب، يعني ما تحليلك لأثر التخصص في التعليم محدد، إذا ما تحدثنا عن مثلا يعني التعليم في القانون، هل هناك غزارة على الأداء التشريعي وأيضا متابعة النائب لاحقا لآلية تنفيذ هذه المشاريع؟ نعم، بالنسبة حق خلينا نتكلم عن يعني خلينا نقول أثر درجة تعليمية للنواب وأيضا تخصص نعم. بشكل عام خلينا نقول في السابق تلاقي أن ولا زال أنه يشترط لمن يكون أحد النواب أنه يكون بس القراءة والكتابة، ما في شروط تقع على نائب أنه يكون درجة تعليمية معينة، ولكن في السابق هذا يكون اللي تاحت الفرصة أمام الكل، يكون هناك عدالة لمن يرشح نفسه ويفوز بكرسي مجلس الأمة. الآن أشوف أنه لازم يكون هناك درجة تعليمية معينة للنواب، لأن هذه الدرجة مع اختلاف الأزمنة والمشاريع والقوانين اللي تصدر وحاجة الشارع لها وحاجة الوطن والمواطنين وأيضا المقيمين لهذه التشريعات، يجب أن يكون النائب على درجة من التعليم، واصل درجة التعليم وأيضا بالتخصص، سواء محامي، والحمد لله إحنا الزملاء عندنا كثيرين فازوا بكرسي المجلس، مهندس، لأن هم الأعلم والأخص ببعض القوانين التي تطرح، مثال على ذلك قوانين الطرق مثلا، القوانين مشاريع بقوانين دائما المحامي يكون ملم فيها أكثر من الزملاء الباقي. اسمح لي أستاذ ناصر وأيضا أستاذ جمانة، سنذهب مع هذا التقرير برحلة من طبعا التشريع إلى التنفيذ، مشاهدينا من التشريع إلى التنفيذ، رحلة قوانين تبدأ أمنية وبعدها طبعا طموحا ومطلبا للمواطنين لتجد صداها في بيت الأمة، وهو الموضوع حملناه سؤالا إلى عدد من المختصين للمشاهد. القوانين في مشاريع قوانين تقدم من قبل الحكومة، وفي اقتراحات بقانون تقدم من أعضاء مجلس الأمة. القوانين هذه طبعا تمر في مراحل، سواء عن طريق اللجان المختصة أو بداية تبدأ باللجنة التشريعية، نتمنى أن يكون فيه تسريع أفضل طبعا في المستقبل، لأن إذا كل القوانين راح مقترحات قوانين راح تمر على اللجنة التشريعية هذا راح يأخذ وقت بشكل كبير جدا، فلذلك نتمنى أن تكون يعني القوانين يتم استعجالها عن طريق اللجنة التشريعية، بعدين تتوجه إلى اللجان المختصة داخل مجلس الأمة. طبعا في بعض القوانين المقترحة من بعض النواب مجلس الأمة تكون يعني ردات فعل أشياء حادثة يعني في الشأن الدولة أو الشأن الاقتصادي، فأثرها غير فعال، لذلك نتمنى دائما أن يتم الاستعانة بالمختصين،
خصوصا في مثلا جمعيات النفع العام، مثلا كجمعية اقتصادية الكويتية وجمعية اقتصادية مثلا الخليجية، لأن يعني أيضا نتكلم عن بعد خليجي في بعض القوانين. المشروع ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بأن أنا قدمت لهم حل المفروض يتفقون عليه ويقدم بشكل متزن. هذه الأمور بشكل اليوم حنا نتكلم على ما سميته قبل شوية بأن الفكرة والتشريع والتنفيذ، أعتقد هذه لفة طويلة ما خلالنا الفرصة أن حنا نساهم بشكل إيجابي ومتكامل تنوع الأعضاء في كل تخصصه. لذلك أعتقد اليوم الاستفادة من الأعضاء ذوي الخبرة في رسم السياسة وايد مهم. اليوم الاستعانة بأشخاص يكون ما لهم مصلحة. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم من جديد، ونرحب من جديد بالاستاذ ناصر العدلي الكاتب الصحفي، وايضا الاستاذه المحاميه الاستاذه جمانة بهبهاني. استاذ ناصر، يعني التواصل بين النواب وايضا الناخبين، هناك الدواوين وايضا التواصل الاجتماعي، يعني بعد الانتخابات هناك ايضا تصور امثل للحفاظ على زخم هذا التواصل. ما هو التصور الأمثل للحفاظ على زخم التواصل الذي نشهده أثناء الحملات الانتخابية أستاذ ناصر؟ هو في الأساس طبعا أنا دائما أقول أن مجلس الأمة هو أكبر مؤسسة مجتمع مدني في الكويت، ولذلك هذه المؤسسة يجب أن تكون لها رابط مع الشارع بشكل عام، يجب أن تنظم إجراء أو خطوة بحيث يكون المواطن حاضر دائما بشكل عام، حاضر دائما في كل القوانين وكل المقترحات اللي تقدمها النواب، حتى لا ينفصل النائب عن الشارع ثم ينشغل بأجواء الصراعات البرلمانية وغيرها، وهي صراعات طبيعية يمكن أن ينشغل فيها على حساب التشريع والرقابة. ولذلك يجب أن يكون هذه المؤسسة تنظر إلى آلية أو تضع آلية بحيث يكون المواطن حاضر في عن طريق إيصال الفكرة. هل لديك تصور أستاذ ناصر عن هذه الآلية؟ يعني هو في كثير من الاقتراحات، وإحنا يعني مو عيب أن نستفيد من تجارب الآخرين في عملية ديمقراطية. نعم. في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان، هناك يعني حتى تصور في الكونغرس الأمريكي، في هناك لجان تعقد لمناقشة كتب يقوم على يعني طباعتها أو كتابتها أساتذة في جامعات أو مفكرين في البلد، ولذلك تخضع هذه الأفكار داخل الكتاب إلى نقاش داخل لجنة برلمانية. هذا الجو الذي يفتح الباب ويفتح الأفق أمام المواطن العادي أو الأستاذ الجامعي أو المختص بالتواصل من داخل المؤسسة حتى تستفيد أكبر كمية من الأفكار كنائب وكمجلس أمة من خلال هذا الطرح. أما محاولة عزل النائب في قضية الدواوين فقط والتواصل عن طريق الدواوين، النائب لا يستطيع أن يزور جميع الدواوين ولا يستطيع أن يستوعب جميع الطروحات في هذه الدواوين، لذلك لابد من آلية متطورة أكثر وفائدتها أكبر من ما يحدث الآن. لديك تعقيب أستاذ جمالة؟ بالنسبة حق أنا أضم صوتي لصوت الأستاذ، بس أنا عندي شغلة معينة. الحين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في عندنا عدة وسائل، عندك التويتر، إنستغرام، أيضا الواتساب. غالبا في النواب يكون عندهم وسيلة تواصل معتمدة،
فتلاقي انه يطرح النائب خلالها اي احد عنده مقترح. المشكله ان التواصل لا حدود له. لا لا بس في يكون عنده حمله لجنه اعلاميه او لا. عنده من سكرتاريته من يباشر ذلك، فيكون هم تفرغ يرفعون لنا انه والله في مقترح بقانون كذا، في عنده شخص عنده رؤيه فلانيه كذا. ففي اغلب النواب شنو يسوون؟ عندهم عن طريق الانستغرام او وسائل التواصل اللي تمثلهم يطرح سؤال، اللي عنده اي فكره اي معلومه. وصارت معي كذا مره انه في احد النواب كتب بالانستغرام يا جماعه اللي عنده اي شغله معينه ويردون علينا، خاصه في هذه الفتره. يعني استاذه جمانه كثرت يعني كثير من الوعود الانتخابيه في هذه الفتره في السباق الانتخابي، يعني يراد لها ان تكون قوانين في المستقبل. نعم. ولكن بين الوعد وايضا فرصه تحقيق هي مسافه يعني قدر من الإقناع وأيضا إمكانية تفاعل حكومي مع هذه الاقتراحات. كيف تحللين محتوى الوعود بالنظر إلى حقيقة التجسيد؟ بالنهاية شوف يعني النائب عفوا عشان يوصل لازم يشوف دائرته شنو مطلبين منه، فيعدهم بما هما يشوفون إنه والله محتاجين تركز على التربية، محتاجين تركز على الطرق مثلا، الدائرة هذه توجهها مثلا تعليمي، الدائرة هذه تبي توجه آخر. لازم الناخبين يعرفون ماذا يحتاجون من النائب، النائب مو بس للخدمات فقط، نواب خدمات، احنا نبي نواب يشرعون لنا لخمسين سنة قدام. فأيضا لازم يعرف الشارع أو خلينا نقول على وجه الخصوص الناخب ما هي الدور النائب في مجلس الأمة، عشان توصل المعلومة أن أنا النائب هذا شنو ممكن يفيدني فيه؟ يخلص لي بس معاملاتي؟ لا، أنا محتاجة يأسس لي في الوقت الحاضر لعيالي في المستقبل. نعم. لدولة كاملة متكاملة. أستاذ ناصر، يعني كيف تحلل محتوى الوعود بالنظر إلى حقيقة التجسيد ونحن الآن في سباق انتخابي؟ هو طبعا يعني النائب مفتوح له الباب بأنه يعد أو يعني يقدم وعود للناخبين حتى وإن كانت غير منطقية. الهدف هو الحصول على أكبر عدد من الأصوات حتى يوصل إلى البرلمان، لكن عند وصوله إلى البرلمان يختلف الوضع. الآن يتعامل بواقعية مع المستجدات اللي حوله، قدرات الدولة المالية والإدارية وغيرها يجب أن تخضع أو يخضع النائب لهذه القدرات ويعرف بالضبط ماذا يستطيع أن يفعل داخل البرلمان، سواء على شكل اقتراحات كما أسلفت، اقتراحات برغبة أو اقتراحات بقوانين. أيضا هناك أعتقد في خطوة قام بها مجلس الأمة في فترة سابقة، وهو إعطاء كل نائب 10 أو 15 شخص من تخصصات مختلفة يستفيد منهم النائب، لأن البرلمان بحاجة إلى عقول، أكبر قدر ممكن من العقول التي تطرح أفكار، ولذلك على النائب أيضا أن يستفيد من هذه العقول من خلال هذه الآلية التي أعطيت له من جانب مجلس الأمة، بحيث أنه يستعين ب 15 شخص في جميع التخصصات وقادرين على أن يعطونا أفكار ومقترحات بقوانين لدعم العملية التشريعية داخل البرلمان. طبعا استاذ ناصر، كثره القوانين يعني هل هي ظاهره صحيه ام العبره بالاليات التنفيذيه وقياس ايضا تاثير القوانين في حياه المواطنين ايجابيه؟ هو التنفيذ مسؤوليه الحكومه، عليها ان تنفذ اي قانون يقره مجلس الامه لانها شاركت في اقرار هذا القانون، لكن هناك حاجه الى امرين. الأمر الأول، هناك الكثير من القوانين التي أقرت في الستينات. نعم. وبحاجة إلى التجديد من جانب أعضاء مجلس الأمة، وأكيد يعني أنت حضرتك أو أي واحد ثاني شاف في بعض العقوبات المنصوص عليها في بعض القوانين بالربية مثلا الهندية، وهذه بحاجة إلى إعادة نظر. هذه القوانين كثيرة واستعرضوها كثير من الناس في بعض الاقتراحات بحيث تعدل بشكل سريع بأن تلائم هذا العصر أو هذا الزمن اللي احنا فيه. أيضا هناك حاجات يعني مستجدة على الساحة بحاجة إلى أن يقدم فيها اقتراحات بقوانين. كلما كان هناك اقتراحات بقوانين أو مشاريع بقوانين تعيد تنظيم الساحة سواء انتخابيا أو إداريا أو ماليا أو غيرها، هذا مؤشر حيوية
المجتمع وحيوية البرلمان، وهذه يجب أن لا تتوقف. دائما يجب أن يكون هناك قوانين جديدة وتعديلات على قوانين قديمة، بحيث أن نغطي جميع الثغرات الموجودة داخل المجتمع ونضمن أن يكون هناك مسار صحيح لكل القوانين. في ظل غزارة أيضا أستاذة جمانة، في ظل غزارة تقديم اقتراحات القوانين، يعني ليس العملية بكم اقتراح للقوانين ولكن كيف إنجاز هذه القوانين، أليس كذلك؟ صح، ليس العملية بالكم ولكن بالكيف. والله أنا أشوف أن يعني هناك كم هائل من القوانين والتشريعات، لما نيجي عند التنفيذ ما في تنفيذ، ما في لائحة تنفيذية للقوانين، أيضا في قصور عندنا في تنفيذ القوانين. شنو الفائدة إذا أنا عندي قانون لكل شيء ولكن لا ينفذ؟ يعني كأني ما سميت قانون. شنو الفائدة من القانون إذا تم تشريعه وأيضا نشره في الجريدة الرسمية ولكن عند التطبيق تشوف ما في تطبيق؟ هني يصير عندنا قصور. فالأهم هو تطبيق القوانين وتنفيذها، وإلا لا يعني لا يوجد سبب أن يعني الغاية من التشريع يصير تشريع هذا تم تفريغه. شنو الفائدة منه؟ عملية أيضا ما هي عوامل أستاذ ناصر، عوامل الضغط على النواب عند تقديم هذه الاقتراحات؟ طبعا وسائل الديمقراطية معروفة، يعني التواصل المباشر لطرح احتياجات الناس عن طريق الدواوين أو غيرها. طبعا في الديمقراطيات الأخرى هناك تستخدم كل ما يعني كل ما يستجد على الساحة، سواء كان في عصر في وقت ما الإيميل أو الفاكس، ثم تحولت العملية إلى شبكات التواصل الاجتماعي الحالية، ثم هناك الحضور الدائم داخل البرلمان ومواصلة أو احتكاك مع النائب بشكل مباشر لطرح مثل هذه القوانين أو الأفكار الجديدة. يعني دائما مثل ما أسلفت أن القانون بحاجة إلى تعديل وتجديد، لأن كل شيء تجدد في حياتنا، وشفنا احنا التكنولوجيا تطورت تطور كبير جدا خلال العشرين سنة الماضية، ولذلك يجب أن تواكب هذا التطور من خلال تشريعات جديدة يستفيد منها المواطن والحكومة على حد سواء. هناك أيضا أستاذ ناصر، يعني من يكثر من تقديم اقتراحات بقوانين يعني وأيضا الرغبات بالقوانين، يعني دون أن يتلمس الخلل التنفيذي في هذه القوانين، أليس كذلك؟ هو طبعا الحكومة مجبرة أن تنفذ القانون، يعني لم يكن هناك يعني في أي مرحلة من مراحل التاريخ الحكومات أن رفضت تنفيذ قانون لم يعاد النظر فيه. يعني الحكومة لديها حق في إعادة القانون لمجلس الأمة إذا كان لديها بعض الملاحظات عليه، ثم يعاد النظر فيه بعدها. إلى أين يذهب؟ يذهب اللجان كما هي العادة، ثم يدرس، ثم يعدل إذا كان هناك نقاط اختلاف يمكن التوصل لحل وسط حوله، ثم يقرر القانون من جديد. أما إذا أقر مجلس الأمة هذا القانون سواء برغبة الحكومة أو عدم رغبتها وقبلت ولم تعيد خلال الفترة المحددة هذا القانون، أصبح لزام على الحكومة أن تنفذ هذا القانون وأن تضع لائحة الداخلية بأسرع وقت ممكن. اسمحوا لي نتوقف مع هذا التقرير أيضا. مشاهدينا، في هذا التقرير نستعرض أبرز التشريعات وأيضا الرغبات التي يطمح الشارع السياسي أن تساهم في التنمية الشاملة للبلاد وأيضا تحسين مستوى الحياة والخدمات العامة. لنشاهد. مجلس الوزراء ينتظره العديد من الملفات، منها ما كان حاضرا في تشكيلات سابقة وأخرى تحددها الظروف وتحديات المستقبل. ملفات وقضايا استمرت مع مجالس متعاقبة تناولتها الحكومة بحثا ونقاشا، إلا أنها لم تقر ولم يصدر تشريعها. بعضها فرض على الساحة السياسية بقوة كمكافحة الفساد المالي والإداري وتحسين مستوى دولة الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ووقف التعديات على المال العام، فضلا عن محاسبة المقصرين والمتلاعبين. الحكومة الجديدة
ستتجه إلى ضرورة إقامة مشاريع حيوية من شأنها دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى توفير فرص العمل وحل قضية البطالة وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية الشابة، كذلك صنع حلول لتنمية المخرجات الأكاديمية لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال. وبعين جادة ستنظر الحكومة الجديدة قضايا تهم الشارع الكويتي، منها ما يتعلق بتعديل التركيبة السكانية وتطوير البيئة التعليمية والصحية ورفع المستوى المعيشي، كذلك تنمية العنصر البشري. وهناك قضايا بدأت الجهات الرسمية بحلحلتها بتوجيهات وتعليمات من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف بن أحمد الصباح، كوضع خطة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة التواجد الأمني في عموم البلاد لمنع الجريمة والحد منها، إضافة إلى التحول إلى الحكومة الرقمية وخلق بيئة سياحية ترفيهية في البلاد. كما باتت قضايا المرأة والطفولة على سلم أولويات الحكومة، وأيضا معالجة العيوب الهيكلية في الميزانية العامة وتقديم معالجات تنفيذية تضمن زيادة الإيرادات غير النفطية. 6 يونيو يوم تتوشح فيه دولة الكويت لباس عرس ديمقراطي يختار فيه الشعب ممثليهم في مجلس الأمة، وحكومة جديدة تنتظرها ملفات بعناوين متنوعة، والهدف عودة دولة الكويت لمسار التنمية وتحقيق رؤية كويت 2035. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج إرادة أمة هنا من بيت الأمة. أستاذ ناصر العبدلي، ضمن تصحيح المسار، يعني ما هي الأفكار التي تعتقد أنها تحظى بالأولوية لتكون تشريعات في المدى المنظور؟ ويمكن جانبين مهمين. الأول هو الجانب الخدمي، يعني قضية الإسكان من القضايا المهمة جدا وتهم كل المواطنين. الأسر الجديدة بحاجة إلى أن إسراع في عملية توزيع المنازل بأكبر قدر ممكن، هذا واحد. اثنين، الجانب الحريات، هذا جانب مهم جدا. يعني تعرضنا الفترة اللي فاتت تقريبا 10 سنوات الماضية إلى مجموعة من الانتكاسات، أنا أعتقد أنها طبيعية لأن تفوجئنا بما يسمى شبكات التواصل الاجتماعي، ولذلك كان رد الفعل النيابي الحكومي لم يكن على قدر التحدي الذي فرضته هذه الشبكات، شبكات التواصل الاجتماعي، ولذلك أتت قوانين مشوهة يعني تختلف مع الدستور اختلاف جذري، ولذلك هذه من الأولويات التي يجب إعادة النظر فيها بحيث يكون هناك تعديلات على هذه القوانين تراعي الحالة الدستورية الصحيحة وتراعي التطور الاجتماعي، لأن اليوم انتهى يعني قصة أن تستطيع أن يعني يقنن كلام الناس أو حديث الناس في اتجاهات معينة. اليوم وسائل التواصل موجودة، يستطيع أي مواطن أن يعبر عن رأيه من أي شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي، ولذلك يجب أن نكون على قدر هذا التحدي نيابيا وحكوميا بحيث أننا نكون لدينا الشجاعة التي تمكننا من تغيير هذه المعادلة. المرحلة القادمة أستاذ جمان، يعني لا شك أنها يعني ستكون تنموية اجتماعية بدرجة كبيرة. كيف ترصدين أجندة والأجندة النيابية يعني في هذا المجال من خلال مجلس 2023؟ إن شاء الله يعني أتمنى لهم التوفيق للمرشحين في خدمة الوطن والمواطنين. الأجندة يجب أن تكون اجتماعيا من ناحية مكافحة الجرائم اللي أكثر شيء عندنا موجودة بالكويت، اللي هي
أغلبها جرائم المخدرات. أيضا التركيز على الهوية الوطنية والحفاظ على التراث. من ناحية الترفيه يجب أن يكون عندنا تركيز مثل ما احنا شايفين في التقرير اللي سبق، في الترفيه، في التربية والتعليم، النماذج، يعني خلينا نقول المناهج، التعليم النموذجي، المكتبات، التوعية. عندنا هنا يمكن راح تشوف الخطة مع المجلس الأعلى للتخطيط، الأمانة العامة للتخطيط، أن في خطة تعرض عليهم للمرحلة القادمة راح يكون منها عدة تسلط الضوء على عدة مواضيع، ومن خلالها يتبناها النائب. في بعض النواب اللي حضرت لهم ندواتهم أيضا راح يركزون على الرياضة في الكويت. احنا كنا في دولة يعني صاعدة ومحط الأنظار في الرياضة، نبي نرجع، فإن شاء الله يعني كل التوفيق لهم في إذا كانت هذه خطتهم. نعم. واستراتيجيتهم في، يعني أتمنى يكون تسليط الضوء على هذه المواضيع حتى تكون هناك أيضا أستاذ ناصر اقتراحات واقعية تطرح في من خلال قاعة عبد الله السالم. يعني بنظرك ما هي الواقعية التشريعية، يعني بنظرك في ظل توازن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ يعني يجب أن يكون هناك تفهم للوضع المالي للحكومة. اليوم ما عادت الفرص المالية مثل ما كانت سابقا، أسعار النفط في انخفاض، تطورات على السوق النفط تحتاج منا إلى أن نضرب واقعية لأداء الحكومة. لا نطلب أكثر من قدرة الحكومة على توفير المال خاصة في الاقتراحات المالية. يجب أن يعني نتأكد أن الأموال، هذه الأموال كما نرى في موضوع وضع يعني جانب منها لأبنائنا في المستقبل بحيث يستفيدون منها، ولا تصرف هذه الأموال على الناس في هذه اللحظة ثم نفتقد إلى الأموال في مرحلة من مراحل المستقبل. يجب أن يكون لدينا واقعية إلى النظر المالية خاصة، ثم ندخل على موضوع الجانب الإداري في الدولة ومحاولة أن نستفيد من تجربتنا السابقة بحيث أن لا نزيد من مؤسسات موجودة حاليا. شفنا الفترة الماضية كان هناك إلغاء لبعض المؤسسات. نعم. والسبب هو التسرع في إقرار أو تقديم مقترحات لإقرار مثل هذه المؤسسات. يجب أن يعاد النظر حتى في هيكل الحكومة الضخم الذي نعيش الآن أمامه، يجب أن نعاد النظر فيه بحيث أن يكون أكثر رشاقة. نعم. وأكثر قدرة على التنفيذ، بدلا من حالة السلحفاة اللي نشوفها اليوم، اللي الحكومة يعني لا تستطيع أن تتحرك بالسرعة المطلوبة لتنفيذ بعض القوانين. أستاذ جمان، يعني كما ذكر أستاذ ناصر، يعني لابد أن تكون هناك تناغم بين السلطتين، يعني من التشريع إلى التنفيذ. نعم. هناك حاجة إلى تناغم القوانين أيضا مع معطيات المشهد الاقتصادي. يعني كيف تبدو أفكار مضاعفة وأيضا تنويع إيرادات البلاد؟ مما لا شك فيه أن الدولة يجب أن تقوم على مصدر إيراد واحد، لأن هذا المصدر أيا كان نوعه، نفط أو رسوم أو ضرائب، سينفذ. فيجب أن يكون هناك خطة واستراتيجية ورؤية معينة للدولة بحيث أنها تنوع مصادر الدخل. رؤية صاحب السمو الراحل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صباح رحمه الله أن تكون الكويت دولة تستقطب الاستثمار، وأيضا يكون في رؤية لها من تعدد مصادر الدخل، وكان في ناس مختصين كتبوا هذه الرؤية. يجب أن يكون هناك مصدر متعدد. من وين إحنا لازم نشوف ليش الكويت اليوم مو يعني مركز مالي وتستقطب الأجانب؟ عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى الدخول إلى الكويت اللي هي الفيز. الشغلة الثانية، المشكلة الثانية هي القوانين والتشريعات. لما شخص يبي يستثمر في الكويت ما يبي يلجأ للمحاكم وطول الأمد. القانون التجاري لازم يكون قانون سريع، الحلول التجارية بالنسبة للقضايا التجارية يجب أن تكون سريعة، تحكيم، وساطة، وبما يتوافق مع القوانين الذي يعرفها الأطراف. الأجنبي يجهل القانون الكويتي ولا يريد أن يدخل في محاكم، فتلاقي أنه والله يروح حق أقرب دولة ممكن
تخدمه ويعني يستفيد من قوانينها. فإحنا يجب علينا أن يكون هناك تعديل وإصدار يعني أو خلينا نقول تشكيل محكمة خاصة بالقضايا التجارية لها سرعة في التنفيذ، وأيضا تكون محكمة وتحكيم ووساطة، بحيث أن لو في أجنبي استثمر في الكويت يقدر أنه يعرف القانون، وهذه المحكمة لا تخضع لنفس القوانين اللي الحين إحنا عليها. ممكن أن يكون فيها تطبيق القانون، فيها قانون خارج غير القانون الكويتي، وأيضا قانون يكون يطبق بعدة لغات وليس العربية فقط كما هو حاصل الآن. نعم، كما ذكرت أيضا أستاذ جمانة أستاذ ناصر، يعني بما يتعلق بأيضا تعديل القوانين، يعني القوانين لها كلفتها لا شك السياسية وأيضا المالية عند التنفيذ وأيضا التعديل، وهي مرهونة بتوافق مع السلطة التنفيذية، يعني كيف تحلل أثر ذلك أيضا أستاذ ناصر على علاقة المواطن بنائبه؟ هو طبعا يجب أن يكون النائب لديه القدرة على أن يشرح في حال صار حوار بين النائب وبين مواطن أو ديوانية معينة تطرح فيها بعض الأفكار المتطرفة ماليا أو إداريا أو غيرها، يجب على النائب أن يكون لديه القدرة على شرح ما هو القدر الذي يستطيع تنفيذه على شكل قانون، والقدر الذي لا يستطيع يعني تحمل الدولة وغيرها من المؤسسات الحكومية. ولذلك من أهم الأشياء أن الطرح العقلاني والواقعي يسود الساحة الانتخابية حاليا. يعني أنا هذه الانتخابات المقبلة والمرحلة ما قبل الانتخابات، الآن هناك هدوء غريب، يعني ما سبق أن ساحة كانت هادئة بمثل هذا الهدوء الذي نعيش. وأعتقد أن هذه فرصة لأصحاب العقول النيرة والقادرة أن تستفيد من مرحلة الهدوء بطرح مشاريع قابلة للتطبيق ويمكن أن يستفيد منها المواطن. أنا أعتقد لن تتكرر فرصة مثل فرصة الانتخابات الحالية بهذا الهدوء، بحيث أن يستفيد منها كما أسلفت أصحاب العقول الذين لديهم مشاريع يريدون تطبيقها بالبرلمان، لكن الصوت العالي والصراخ في بعض الأحيان يجهض هذه الأفكار. عندك تعقيب أستاذ جمانة، يعني ما هو المطلوب في هذه المرحلة قبل انتخابات 2023؟ احنا جربنا يعني في المراحل السابقة نفس النواب، وجربنا أيضا عدة أجندات. يجب أن يكون الاختيار في هذه المرة بناء على وعي، يجب أن يكون الاختيار بعيدا عن العنصرية والطائفية، يجب أن يكون الاختيار لما هو أصلح للوطن، ولا أن يتم التركيز على أن يكون النائب نائب خدمات فقط. لازم النائب يكون عنده رؤية، رؤية تفيد البلد بالمقيمين والمواطنين فيها. ما يصير إحنا والله أنا نفس الفكر أمشي عليه نفس النهج طول الفترات السنوات السابقة، هذه ما تمشي على نفس النهج والفكر وتبي نتيجة مغايرة، ما راح ينفع. نتوقف، اسمحوا لي نتوقف أيضا مع معلومات انتخابية وأيضا معلومات، ونحن مقبلين الآن على انتخابات 2023 مع زميل محمد الحربي. تفضل محمد. شكرا بندر، مساء الخير. أعلنت بلدية الكويت منح 119 ترخيصا لإقامة مقرات انتخابية في المحافظات الست في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس أمة 2023. نفذ مفتشو إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات بمحافظة بلدية الأحمدي جولات تفتيشية في إطار تطبيق أحكام القانون لإزالة إعلانات المرشحين المخالفة، حيث أسفرت الجولات عن إزالة 650 إعلانا انتخابيا مخالفا وتوجيه 14 إنذارا خلال 20 يوما الماضية، وذلك منذ فتح باب طلبات إصدار تراخيص المقار والإعلانات الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة 2023. Bye.
بينت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن إدارات ترخيص خدمات البلدية في جميع المحافظات تستقبل طلبات ترخيص الإعلانات الانتخابية، حيث أصدرت إدارة ترخيص الخدمات في بلدية محافظة الأحمدي 18 إعلانا انتخابيا. الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية أسفرت الجولات عن إزالة 20 إعلانا مخالفا وتوجيه إنذارين بمنطقة خيطان والرحاب والفردوس. تنص المادة 44 من قانون الانتخاب على الحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 2000 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من حاول بأي وسيلة سواء علانية أو خفية شراء أصوات الناخبين أو إغراء الناخبين بعروض أو تقديم تعهدات لحملهم على التصويت لشخص معين أو للامتناع عن المشاركة في التصويت. مشاهدينا الكرام، كان هذا آخر أخبار موجزنا الانتخابي حتى هذا اليوم. أما الآن ننتقل إلى زميلي بندر وضيفيه الكريمين. تفضل بندر. شكرا للزميل محمد الحربي على هذه المعلومات وأيضا الأخبار لانتخابات إن شاء الله انتخابات مجلس الأمة 2023. إذن مشاهدينا فاصل ونواصل إن شاء الله. بسم الله العلي القدير، يفتتح الآن أعمال المجلس التأسيسي لدولة الكويت المستقلة. إننا نعيش الآن في بلادنا نهضة شاملة لم يسبق لها مثيل. إنني من على هذا المنبر أوجه بالنيابة عنكم تحية وتقدير واحترام لأهلنا في الكويت، حتى نواصل العمل الذي لا يتوقف لخدمة الكويت العزيزة. لقد أكدت بأنني من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به. مخلصين العمل الجاد لخير ورفعة الكويت وأهل الأوفياء. اختيار القوي الأمين الذي يضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج إرادة الأمة هنا من بيت الأمة، ونرحب مرة أخرى من جديد بالأستاذ ناصر العبدلي الكاتب الصحفي وأيضا الأستاذة المحامية جمانة بهبهاني. أستاذ ناصر، لا شك الإصلاح السياسي يشمل النظر في النظام الانتخابي، يعني هل تعتقد أن تطور النظام الانتخابي مرتبط أيضا بتشكيل جمعيات سياسية أم أنه منفصل عنه؟ يعني هو النظام الانتخابي مهم جدا. ليش؟ لأن يعني حتى من ضمن هذا النظام هو عدد الأصوات الممنوحة لكل مواطن في الانتخابات. كل ما يحتاج الدولة بشكل عام إلى إيجاد برلمان يستطيع أن ينجز كما يجب حسب يعني النظام الديمقراطي، يجب عليها أن تفكر بنظام الانتخاب. إذا كانت تريد كتل برلمانية كبيرة داخل البرلمان بحيث تتعاون معها، يجب أن يرفع عدد الأصوات. إذا كانت تريد تمثيل أكبر قدر ممكن من المواطنين داخل البرلمان، نظام الصوت الواحد هو الأفضل لهذا التمثيل. وإحنا شفنا كثير من الشرائح الاجتماعية كانت مغيبة الفترات السابقة، الآن صار أصبحت موجودة في البرلمان
وتعبر عن نفسها. ربما يحتاج الأمر إلى بعض التعديلات في الجوانب الإعلانية والإعلامية. نعم. يعني الميزانيات الضخمة التي تصرف على الانتخابات يجب أن تحدد من ضمن قانون الانتخابات بحيث لا تزيد عن أو تثقل كاهل المرشح، بحيث أنه يضطر إلى الاستدانة أو إلى اللعب داخل البرلمان بطريقة أو أخرى حتى يعوض ما فاته من أموال. أيضا طريقة عرض ما يريد أن المرشح، سواء عن طريق أو التقاء مع المواطنين في المقرات الانتخابية، وهي يعني نظام أصبح قديم جدا، ويفترض أن توفر الدولة مباني سواء في صالات أو في يعني مؤسسات يعني تابعة للشؤون الاجتماعية والعمل، بحيث أن يكون هناك فرصة لكل مرشح على قدر التساوي للتعبير عن رأيه. لا شك أستاذ ناصر، يعني من ينتمي إلى الجمعيات السياسية أكثر تنظيما، أليس كذلك؟ من المهم جدا إيجاد، حتى الدستور الكويتي كان فيه فكرة أو بعض المواد تطرقت إلى وجود جماعات سياسية، وأعتقد الجماعات موجودة لكن بحاجة إلى إضفاء الشرعية عليها من خلال تنظيم قانون لها، بحيث أن نعرف يعني كل ما يتعلق بها. أفضل لنا من أن تكون يعني بعيدة عن الرقابة المالية وغيرها. هل يتقبل الشارع لهذه الأحزاب؟ يعني الشارع دائما في باله فكرة الأحزاب العربية وكيف حدثت وكيف يعني ورطت كثير من الشعوب العربية في هذه الأحزاب. لا شك أن هناك تخوف يعني أستاذ. نعم، ولكن هناك فرق كبير بين أن يكون هناك حزب في بلد غير ديمقراطي وحزب أو جمعية سياسية داخل بلد ديمقراطي. ولدينا تجارب يعني في البحرين، قر قانون الجمعيات السياسية بشكل رسمي، وأصبحت الآن تتداول كل ما يتعلق بها من الجانب المالي أو السياسي في العلن. ولذلك هي يعني احنا نستفيد من تجارب، ليس عيب أن نستفيد من البحرين أو من دول الخليج الأخرى أو من دول أوروبية أو أمريكا بنظام يتلائم مع قدرتنا وحاجتنا ووعينا السياسي، وأعتقد الجمعيات السياسية هي أفضل حل. تطوير النظام الانتخابي، أليس كذلك استاذ؟ نعم، تطوير النظام الانتخابي من هذا المجال. نعم. سواء عن طريق الإعلام والإعلان، عن طريق كيفية التواصل، عن طريق مؤسسات السياسية كما تحدثنا عنها كجمعيات سياسية. أستاذ جمانة، في المدى المنظور أيهما أنفع للديمقراطية الكويتية؟ والتمثيل الشعبي في مجلس الأمة، نظام التقسيم الجغرافي أو السكاني إذا صح التعبير؟ يعني اللي أنا أشوفه فكرة أخرى. نعم. خارج الإطار هذا، يعني أنا أشوف أن الأفضل تعديل قانون الانتخابات بما يتوافق أن يكون عندنا قوائم انتخابية. قوائم الانتخابية راح تعطي أصالة أكثر وتأصيل للشارع الكويتي، للشعب الكويتي، بأن يكون هناك عدة أشخاص من كل طائفة، من كل من يمثل فئة من الشعب، أيضاً الأقليات تكون موجودة في القوائم الانتخابية. وأيضاً أن يكون في شغلة ثانية، أن اللي يرشح نفسه ويفوز بالكرسي ما يقدر مرة ثانية، أو ما خلينا نقول دائرتين دورتين انتخابيتين وما يقدر يرشح نفسه مرة ثانية. هني راح يكون عندنا دماء جديدة. نعم. عندنا أفكار جديدة، في تطور، في تنويع. لما تعدل القانون الانتخابي تسيطر على مخرجات التشريعات، ما تستدم كل مرة بنفس النتيجة. ونرجع بعدين بعد هذا التعديلات نشوف هل هناك قصور في التركيبة السكانية، أم في اللي طرقت له لو تعيد آخر جملة راح تقول التركيبة السكانية أو الجغرافية. أو الجغرافية. إنزين، لما أنت الحين ديموغرافيا لما يصير عندنا في الدائرة الأولى عدد يعني عدد كبير من هذا تم طرح السؤال لأكثر من ضيف هنا. أي. نعم. لما تشوف ديموغرافيا الدائرة الأولى أو الثانية وكل دائرة في عدد من السكان، إنزين هل الدائرة هذه بالعدد هذا مخرجاتها نفس مخرجات الدائرة الثانية؟ شوي يصير صعب، ما في تغطية ما بين الناخب والنائب. النائب بدال ما يمثل مثلا خلينا نقول 10,000 شخص، هني لازم حتما عليه أنه يمثل 30,000 شخص. فيجب أن إعادة النظر، وأيضا من خلال القوائم الانتخابية.
أستاذ ناصر، يعني إذا ما تحدثنا أيضا عن كيف تؤثر مخرجات الانتخابات يعني على آفاق التشريع وأيضا التنفيذ. هو يعني كل الجوانب طبعا، هو نتائج الانتخابات داخل البرلمان 50 نائب، كل واحد عنده رؤية، عنده تصور عن العملية البرلمانية أساسا. ولذلك إحنا يعني كثير من المرات يعني نشوف تخبط في بدايات العمل البرلماني، كل نواب جدد ليس لديهم خبرة، يحتاجون إلى فترة طويلة حتى يستطيعون استيعاب العملية البرلمانية والتحرك داخل ضمن إطار هذه. ولذلك كان هناك أعتقد قدم اقتراح في البرلمان في فترة من الفترات أن يكون هناك معهد للتدريب من يريد الترشيح لمجلس الأمة، عليه أن يذهب إلى هذا المعهد وأن يعني فترة معينة، شهر أو شهرين أو 3 شهور، من خلال هذا التدريب يكون لديه قدرة حتى إذا ترشح المجلس الأمة يكون جاهز لعملية الرقابة والتشريع، وهي وظيفتين مهمتين للنائب. أعتقد نحن بحاجة للتجديد في كل المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة البرلمانية، وأن نكون شجعان بحيث يعني نقدم على مثل هذه الخطوات ولا نتردد في إقرارها. الأستاذ ناصر العبدلي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. والأستاذة جمانة بهبهاني المحامية، شكرا جزيلا لك. عفوا، أسعدتونا بهذا اللقاء. الله يسعدك. إذن مشاهدينا، المسؤولية التشريعية يقوم بها نواب مجلس الأمة، لكن هذه المسؤولية تبدأ من لحظة الانتخاب، لأن الصوت الذي يضعه الناخب في الصندوق هو الذي سيحدد طبيعة التشريعات وأيضا الآليات التنفيذية في المدى المنظور. لذلك ضمن التجسيد الحقيقي لإرادة الأمة في التصحيح المسار، وهو حسن اختيار من سيحول الطموحات وأيضا المطالب والأفكار إلى تشريعات وقوانين. أترككم في حفظ الله ورعايته من بيت الأمة، في أمان الله.